حليب الدخلة هي واحد النتاج ديال مخطط المغرب الأخضر اللي تأسست سنة 2010، واللي هي عبارة عن مجمع الحليب سواء حليب البقر أو حليب الإبل. حليب البقر هو اللي كاين حاليا في طورطة، وحليب الإبل اللي هو كاين تجمعات ومراكز تجميع في الجهة ديالنا اللي عندنا خصنا المراكز. بدينا العمل الفعلي والإنتاج الفعلي يعني شهر 6 2013 بوتيرة يعني ضعيفة شوي، وحاليا الحمد لله رحنا كان وصلنا لواحد المستوى يعني كبير، يعني اللي وصلنا كان جوا واحد 3 طن 3 طن في النهار بين حليب الإبل وحليب البقر. وفتحنا أسواق جديدة، كنا في الأول كان عندنا غير السوق ديال الداخلة، دابا حاليا الحمد لله عندنا السوق ديال أكادير، عندنا السوق ديال الدار البيضاء والنواحي ديالها، وهذا كان بفضل المجهودات اللي كتبذلها المديريه الجويه للفلاحه وغرفه الفلاحه اللي جات وداب القويره، وكذلك جمعيه مربي الابل وتعاونيه حليب الداخله. طبعا هاد التعاونيه اولا عندها دور اجتماعي كبير، لا من حيث تاطير ودعم الكسابه، لا من حيث انه اليد العامله اللي كتشتغل فيها، وهي نموذج يعني تعاوني جيد بالجهه اللي بين على انه تعاونيه كيخصها غير تسيير وكيخصها الأرضية الصلبة للإنتاج وللعمل، وهي كتعمل الحمد لله. حاليا كيتواجد معنا وفد عن الغرفة الفلاحية لجهة تدلا أزيلا اللي كيقوم بهذ الزيارة، واللي كنشكروهم أنهم جاو تر عندنا وجاو الجهة ديالنا يطلعوا على التجربة ديالنا وناخذوا التجارب ديالهم. وانتم كيف كتلاحظوا في الجوله ديالكم اللي تقوموا بها راه تلاحظوا يعني مراحل العمل، وحنا اولا كنحاولوا وكناكدوا على صرامه معايير الجوده. وحاليا الحمد لله رحنا في اطار يعني ان ناخذوا يعني لسيرتيفيكا سانيتير معترف بها دوليا، ونخليكم ديروا واحد الجوله في المعمل وتشوفوا طريقة العمل والناس ديالنا التقنيين ديالنا بما فيها السيدة المهندسة اللي هي حاليا كتشتغل معنا مهندسة دولة في الصناعة الغذائية، يعني تقدر تعاود يعني تعطيكم شروحات أكثر في المجال التقني. وشكرا. الرسالة اللي كنوجه الإكراهات موجودة، مشاكل ما كاين حتى شي عمل ما فيش مشاكل، غير حنا كنتحاولوا نتغلبوا عليهم بالمثابره. المشاكل الاول اللي عندنا هو بعد الاسواق، يعني المشاكل الثانيه عندنا اللوجيستيك، المشاكل الثالث هو انه تاثير الكسابه والفلاحه. يعني اولا انه في حال كيف كتعرفوا انه حليب الابل يعني كانت الثقافه ديال اهل الصحراء ما كيتبيعش حليب الابل، اولا هذا هو تغلبنا عليه، هذا عائق كبير كنا تغلبنا لانه كانت حشومه انه شي واحد يبيع لك حليب الابل، ما كانش نهائيا في ثقافه اهل الجنوب واهل الصحراء، هذاك هو المشكل الكبير. وبالنسبه لحنا الحمد لله بالنسبه كنشوفوا الايجابيات انه كاين ايجابيات، وكنشوفوا انه مستقبل واعد، واللي نركز عليه انه الرساله نوجهها لاخواني اصحاب التعاونيات والجمعيات انهم يركزوا على العمل الجاد، وراه اللي بغى يوصل غادي يوصل، لانه الجرى قدامكم ان شاء الله. كنتواجدوا حاليا في تعاونيه حليب الداخله، انا بصفتي المديره التقنيه ومهندسه في المواد الغذائيه او مهندسه في الجوده بتعاونيه حليب الداخله. هذه التعاونية هي تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، وبالضبط في مشروع تثمين وتطوير قطاع حليب الإبل في جهة وادي الذهب القويرة. بالنسبة للتعاونية حليب الداخلة هي تختص في إنتاج حليب ذو جودة عالية، حليب مبستر للبقر وحليب مبستر للإبل للإبل. أيضا هناك بعض المشتقات كاللبن والزبدة، ومستقبلا إن شاء الله غيكون مجموعة من مشتقات خصوصا في قطاع حليب الإبل من زبدة وياورت إلى غير ذلك. هي الحمد لله وحدة جديدة، وحدة صناعية جديدة، أجهزة ديالها جد متطورة جد جديدة، هناك مراقبة مستمرة للأجهزة من طرف طاقم تقني. ايضا الحليب تورطه المستورد وحليب الابل لجميع
جهة وادي الذهب القويرة هي حليب ذو جودة عالية لا من جهة الإبل ولا من جهة البقر. وبالنسبة لظروف النقل أيضا تمر في ظروف الحمد لله جيدة، إذا الحليب المستقبل بالوحدة هو حليب ذو جيدة ذو جودة عالية، وبعد الاستقبال فهو يدخل إلى حلبة التصنيع. في الوحدة، في وحدة التصنيع هناك أجهزة كما قلت جد متطورة، ومنها الباستوريزاتور اللي هو عنده واحد الكاباسيتي ديال طن ونص الحمد لله، وهذا الأجهزة اللي عندنا تقريبا بالموازاة مع التحاليل اللي كنديروا في المختبر ليس لا يوجد هناك أي خلل لا من ناحية التقنية ولا من ناحية الكيميائية. إذا الحليب اللي بغيت نقول لكم أن حليب تعاونية حليب داخلة في جهة وادي الذهب القويرة هو حليب جد منافس، وعلى رأسه حليب الإبل، وله سوق إن شاء الله جد واسع ومتطور، ونطمح إلى الأفضل بتعاون مع كل من المديرية الفلاحية وغرفة الفلاحية بجهة وادي الذهب القويرة. وشكرا.